الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي متتبعي مدونة بيتكوين العرب. إذا الحلقة إن شاء الله سأتطرق إلى عملة ريد كوين. عملة ريد كوين هي عملة من عملات الألت كوين الخاصة بالبيتكوين. ومن أجل هذه العملة ومن أجل معرفة كيفية تعدين هذه العملة في جهازك، المرجو تتبع هذا الشرح. الآن نحتاج أولا للتسجيل في موقع إيبود كما هو موضح. أولا نضغط هنا، من أجل التسجيل. بعد ذلك ندخل الإيميل الايميل، اختار الايميل ثم الموت باس ثم الكابتشا. بعد ذلك نضغط سينجا. بعد ذلك نقوم بتسجيل الدخول. تسجيل الدخول عادي كأي موقع آخر. على أي هذا الموقع نحتاجه من أجل الحصول على المعلومات الخاصة بتعدين عملات الريتكوين. ستحصل على هذه الصفحة بعد تسجيل الدخول كما هو موضح. بعد ذلك ننزل إلى الأسفل ونضغط على بول أنفو. بعد ذلك للعلم فقط، هذا الموقع يحتوي على العديد من العملات، بلوك كوين، ريد كوين، العديد من العملات، كما أنه يحتوي على البرامج التي تحتاجها من أجل تعدين العملات التي يتوفر على هذا الموقع. ننزل إلى الأسفل. للعلم فقط هنا ساش 256 بول خاص بعملة البيتكوين، وهذه المعلومات وهذا السيرفر خاص بعملة تعدين البيتكوين. أما هذا السيرفر فهو الذي نحتاجه وخاص بالعملات الفرعية للبيتكوين. بعد ذلك بعد نسخ هذا السيرفر نتجه إلى البرنامج، نضغط موديفي. بعد التحديث نلصق هنا السيرفر الخاص ب نلصق هنا السيرفر الخاص ب بالموقع. وهنا نضع الأدريس الخاص بريتكوين. على أي نتجه إلى موقع ريتكوين ثم نضغط على طول وند من هنا من أجل تحميل المحفظة، ثم نختار النظام الخاص بجهازنا. نضغط على أنا أملك ويندوز، أقوم بتحميل البرنامج الخاص بويندوز من هنا. بعد التحميل وتنصيب المحفظة ستحتاج مدة طويلة من أجل تحديد نفسها. بعد ذلك بعد اكتمال المراحل نضغط هنا ثم ننسخ الأدغيس الخاصة بريتكوين. للعلم ستجدون سطر واحد فقط، أما السطر الآخر فأنا الذي أضفته ويتم إضافة الأدغيس من هنا. ننسخ الأدغيس ثم نعود إلى التعديل ثم نقوم بلصق الأدغيس الخاصة بالريد كوين. بعد ذلك نضغط على البرنامج من أجل بدء التعديل. نفس الأمر بالنسبة للبرنامج الآخر. ننزل إلى الأسفل ثم نقوم بتعديل هذا الملف. نضغط على موديفي،
نلصق الأضغيث الخاصة بالريد كوين، ثم نضغط على الملف من أجل بدء التعدين. نفس الأمر بالنسبة للبرنامج البرنامجين. للعلم فقط، لا تقوم بتشغيل البرنامجين معا، فقط وضعت لكم برنامجين من أجل اختيار البرنامج الأفضل لك فقط لا غير. وهذه هي المراحل التي يتطلبها من أجل بدء تعدين عملة الريت كوين. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، في أمان الله.